انا قد علمتكم قد علمتكم الطره هذه بسالفه حتم الطائي. حتم الطائي جاهلي ما لحق على الرسول ما لك زوج. حتم الطائي جاء عليه بنت ولدين، في ولد الروايات ما ذكرته ما ادري وش هو، لكن اللي المذكورين ولد وبنت. ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ادري من ارسل من الصحابه عشان يفتح الديار ذيك، وراح وفتحوها وخذوا طق الولد، طق ولد حاتم، طق اتوقع صوب جهه مصر. ارحب يا امبراطور. والبنت خذوها معهم المسلمين من جيز المكاسب اللي خذوهم وحطوهم في السجن. يوم جو هي ومعها واجد، يوم سجنوهم ازعجتهم وهي في السجن، بنت حاتم الطائي. هل رسولكم يسجن بنت حاتم الطائي؟ بنت فلان، اللي كذا اللي كذا، وتعدد خصال ابوها. الرسول ما هو بصوبهم، الرسول ما هو فاضي منشغل مع المسلمين. جاء خبر قالوا ترى فيه بنت تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، قال جيبوها. هي بنت حاتم الطائي. قال جيبوها. يوم جات للرسول قال لها انت من انت؟ قالت انا بنت حاتم الطائي. قال ابوس وش كان يسوي؟ قالت ابوي كان يكرم الضعيف، ابوي كان يساعد المحتاج، ابوي كان لا نصاه الواحد ما طلع الا وهو مقضي حاجته، ابوي وتعدد خصر. يوم خلصت قال والله ان هذه مكارم الاخلاق اللي انا ديني يحث عليها، هذه هي مكارم الاخلاق. فاسلمت البنت وجابت اخوها واسلموا كلهم اولاد حاتم الطائي مسلمين، لكن هم من العصر الجاهلي. ارحب يا امبراطور. وقالت بنته، وقالت بنته مدى الرسول ايش قالت له؟ قالت ان هل ابوه يعني بديش الجنه؟ قال لا اعلم، لو بس لو انه نطق الشهاده اقول ان شاء الله. ما ادري عندي والله. هلا هو جاهلي، هو ما يلحقه.